أهلا بكم. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من استمرار اعتقال الاحتلال الإسرائيلي الأطفال وطالبت بالإفراج عنهم والتوقف عن ملاحقتهم. ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 194 طفلا أسيرا محرومون من الزيارات العائلية ويعيشون ظروفا إنسانية صعبة. هذا ويناشد أهالي الأسرى الأطفال الإفراج عنهم في ظل أزمة فيروس كورونا. والد أصغر معتقل إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف عن حال ابنه شيئا في سجن الدامون. بلغ سليمان قطش 17 داخل المعتقل، لا تهمة لديه وملفه سري. عائلته حرمت من زيارته ومن حضور محاكماته. احنا كأهل أهل سليمان ممنوعين من حضور المحكمة بصفة انه قال يقولوا انه المحكمة سرية، ممنوع من الاتصال بسليمان، هو يتصل فينا نهائيا، اتصل بس مرة واحدة من 6 شهور. احنا هاي الشهر السادس سليمان دخل في وهو موجود في المعتقل الإداري في سجون الاحتلال، ما شفناه نهائيا ولم يصدر لنا تصريح لزيارة سليمان المعتقل في سجن الدامون. مخيم الجلزون نقطة مواجهة مع مستوطنة بيت إيل. قوات الاحتلال تقف لأطفال المخيم بالمرصاد، تعتقلهم وتنكل بهم. الطفل حسين زيد اعتقل وحكم بالسجن 22 شهرا، أمضى نصفها، ومع أزمة فيروس كورونا منعت عائلته من زيارته. بحكي لك شعور يعني لا يوصف، بس إنه ما فيش في إيد إشي. فقدناه في العيد، فقدناه لما يطلع يشتري أواعي، فقدت لما يحلق يروع الخمسة في أي إشي. في المعتقلات يقبع 194 طفلا أسيرا موزعون على سجون عوفر ومجد والدامون. تفيد المؤسسات الحقوقية أن إدارة السجون تحتجزهم في ظروف لا تتوفر فيها أدنى الشروط، وفوق هذا تفرض عقوبات عليهم. 75% من الأطفال الفلسطينيين بتعرضوا للعنف الجسدي، إضافة إلى ذلك يعني سجلنا حالات عنف نفسي ضد الأطفال الفلسطينيين اللي بتتمثل بشكل أساسي في تهديد الأطفال الفلسطينيين في وضعهم في العزل الانفرادي. الأمم المتحدة عبرت عن قلقها من مواصلة اعتقالهم خلال أزمة كورونا، ودعت للإفراج عنهم بشكل آمن ووقف اعتقالهم. 40 طفلا يقبعون في سجن عوفر من بين 194 آخرين غيبتهم سجون الاحتلال الإسرائيلي عن أحبتهم. غياب يصاحبه قلق لدى عائلاتهم بفعل أزمة فيروس كورونا، وقلق آخر مضاعف بسبب غياب موقف دولي ضاغط للإفراج عنهم. من أمام سجن عوفر غرب رام الله يارى العملة، العربي. وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا من رام الله قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني. أهلا بك معنا. استمرار اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال دون اكتراث للقوانين والأعراف الدولية، ما دوافع هذه الاعتقالات ولماذا يصمت المجتمع الدولي حيال ذلك؟ والواقع أن يعني مراوحة الموقف الدولي في نطاق الصيغة النمطية، إذ كما أشرتم في تقريركم الأمم المتحدة تواصل وتكرر التعبير عن قلقها، كان هذا سقف الموقف الدولي، وبالتالي قرأته إسرائيل باعتباره تشجيعا لها أو غض الطرف عن انتهاكها الممنهج المنظم المستمر والمتواصل منذ عشرات السنين باستهدافها الأطفال. ليس هناك موقف دولي حازم، وإسرائيل نفسها يعني لا تتعاطى باحترام مع القانون الدولي، فهي نفسها كدولة هي دولة خارجة عن القانون، تمارس هذا النوع من الإرهاب بحق الأطفال في إطار شيء ممنهج، في إطار استراتيجية تريد من خلالها أن تكسر روح الشعب الفلسطيني وأن تكسر روح المقاومة لدى هؤلاء الأطفال. نعم، غالبية هؤلاء الأطفال لم يتم محاكمتهم ولم توجه لهم أي تهمة وهم موقوفون يعني إداريا، كيف يمكن حماية حقوق هؤلاء الأطفال ويعني ما الإجراءات التي يتوجب اتخاذها هنا؟ بل هم يحاكمون في محاكم عسكرية، وهناك حالة واحدة فقط هي حالة الطفل سليمان الذي تناولتموه في تقريركم، بينما بقية الأسرى محكومون، وقسم كبير من الأسرى لا يمكث طويلا في السجن
من الأطفال أقصد، وتحديدا الأطفال في أعمار 11 و10 سنوات، إذ تفتقت عقلية الاحتلال الصهيوني عن ما يسمونه الحبس المنزلي، بحيث تضع الأسرة وديعة لدى الشرطة الإسرائيلية بأن يبقى ابنهم مسجونا في بيته لمدة شهرين، إذا تجاوز، إذا ذهب إلى المدرسة، إذا ذهب إلى السوبر ماركت مقابل البيت يتم مصادرة المبلغ، ويعاد المبلغ إذا مارس الوالدين دور السجان. أي أن هذا العدد الموجود حاليا داخل المعتقلات، هذا لا يعني أن هؤلاء هم من هم وحدهم في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، بل أن هناك العشرات من الأطفال وتحديدا في مدينة القدس المستهدفة بشكل كبير، وأطفالها مستهدفون بشكل كبير، تعاني أكثر من أي محافظة أخرى من هذه السياسة الإجرامية. نعم، عدا التعريف بملف الأطفال الأسرى داخل سجون الاحتلال، ماذا يقدم نادي الأسير الفلسطيني لفضح السياسة الإسرائيلية؟ نحن نتابع بشكل حثيث مجريات اعتقال أي أسير سواء كان بالغ أو طفل، من حيث طريقة اعتقاله إذا ما تعرض إلى تعذيب، ومعظمهم يتعرضون إلى تعذيب، نواصل متابعته في المحكمة وبعد أن يمكث في أي سجن من السجون، ونعد بشكل منتظم وبشكل دوري تقارير بالتعاون مع العديد من المؤسسات، حتى يعني تكون الصورة الخارجة من فلسطين بهذا بشأن هذا الملف الهام والمعقد والمؤلم أيضا. نعم. تكون تقارير دقيقة تثبت حقيقة أن الاحتلال يمارس هذه السياسة التي تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي بشكل متواصل وبشكل ممنهج. شكرا لك قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني.